عبير هانم، ممكن حضرتك برضه تطلعينا ايه الاخبار عند حضرتك في المقر؟ صباح الخير يا فندم، وبنشكر حضرتك جدا جدا على الدعم العظيم اللي قدمتهولنا على مدار الشهر. مجهود عظيم، ولكل التقدم التكنولوجي اللي تتيح للسفارات سهل لنا العمليه جدا. احنا بدانا بالظبط الساعه 9، والحمد لله في اقبال، وفي مواطن اهو بيصوت، في واحد تاني في الانتظار. فكان في حرص من بدايه اللجنه ان يتواصلوا على التصويت، وكل حاجه منضبطه زي ما تعليمات سيادتك وضحتها لنا. ماشيين عليها بالظبط زي التعليمات بتاعت سيادتك لاجراء العمليه بالصوره القانونيه. بشكر حضرتك، ومع حضرتك برضه على مدار اليوم ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. معالي السفير علاء موسى، اتفضل يا فندم، اخبار حضرتك ايه في لبنان ان شاء الله؟ طلعنا برضه، ايه الموقف؟ صباح الخير يا فندم، وصباح الخير جميعا. احنا بتمام الساعة 9 يعني بدأنا عملية الاقتراع، وكان في مؤشرات جيدة، توافد عدد معتبر من المواطنين المصريين. في الحقيقة احنا بنعتبر ده علامة جيدة على انه على مدار اليوم والأيام القادمة يكون في ان شاء الله اقبال طيب. طبعا اخذنا في الاعتبار النهارده يوم الجمعة يوم عمل في لبنان، فيمكن مساء يكون الأعداد أكثر، وغدا وبعد غد أيضا الأعداد في ازدياد. إحنا تواصلنا مع الجالي على مدار الفترة الماضية، وفي الحقيقة الردود كلها من المواطنين في الجالية أتت بشكل إيجابي جدا ومشجع. فإن شاء الله نتوقع في خلال الأيام القادمة والساعات القادمة يكون في إقبال لقناعتهم بإنه في الحقيقة هذا استحقاق هام ورئيسي، وكل عايز وعنده رغبة كاملة في المشاركة في رسم مستقبل الدولة المصرية في الفترة القادمة. فإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وتمر الأمور بشكل طيب على مدار الأيام بإذن الله. ان شاء الله، والشكر الجزيل لحضرتك يا فندم. معالي السفيرة هايدي، طلعينا عن اخبار اللجنة في مارسيليا يا فندم. بداية بجدد الشكر لسيادتك على المجهود والدعم المستمر لي شخصيا ولجميع السادة الزملاء. طبعا احنا فتحنا في تمام الساعة 9 بتوقيتنا هنا في فرنسا، وبالفعل ابتدى في بعض المواطنين يعني بيتوافدوا للإدلاء بأصواتهم في تحمس من جميع أفراد الجالية. احنا طبعا على تواصل مستمر معاهم منذ فترة تمهيدا لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام. والحقيقة يعني أنا لمست حماس كبير من المواطنين، لمست حماس من المواطنين خلال هذه الفترة. طبعا زي ما زميلي السفير علاء موسى قال، النهارده الجمعه ده يوم عمل، وهنا طبعا يوم عمل في اوروبا، فنتوقع ان فتره اللانش تايم والفتره المسائيه. بالنسبه لان احنا القنصليه بتغطي جنوب فرنسا واماره موناكو وكوفس، فطبعا متوقعين ان شاء الله باذن الله في الويك اند السبت والحد ان شاء الله هيبقى في توافد اكبر من الناس. هم يعني زي ما بقول لسيادتك انا في تواصل تقريبا يومي معاهم، وان شاء الله باذن الله يعني الجميع متحمس جدا، وان شاء الله باذن الله كل الامور ستتم على افضل ما يرام من حيث النظام والمشاركه و يعني وسرعة العمل، الجهد والالتزام بكافة التعليمات إن شاء الله بإذن الله. جهد مشكور لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا، ربنا يخليك يا فندم. معالي السفيرة يمنى من برلين، ممكن حضرتك تطلعينا الموقف؟ صباح الخير لكم جميعا. طبعا هكرر شكري للجنة على كل التنظيم والإجراءات اللي وافقنا بيها كلها واقية، والتكنولوجيا الحقيقة المراضي في الانتخابات أكثر من رائعة، ونتوقع برضو الاقبال خلال الويكند اكتر. النهارده فتحنا من 9 صباحا، واستقبلنا حتى الان 3 أو 4 مواطنين، وشغالين تباعا مع اعضاء طبعا البعثه، وبرضو اللانش تايم ان شاء الله الويكند ممكن يكون الاعداد ازيد من كده. وشاكرين لحضرتك جدا على كل الجهد. شكر جزيل لحضرتك، احنا مع حضرتك على مدار اليوم، في اي مشكله فنيه هنتدخل مع حضرتك، احنا متواصلين ان شاء الله. شكر جزيل لحضراتكم جميعا، انتوا اهلا لهذه المهمه، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا 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 جزيلا، اتفضلوا يا فندم، شكرا.
احنا طبعا ده على مدار الفتره اللي من بدايه الفتح حتى الان، احنا وصلنا لعدد 106 مقر تم فتح اللجان فيها، وتباعا ان شاء الله هنحيط حضراتكم علما بكل المستجدات بشان كافه اللجان القائم فيها العمل للتصويت، وهم عددها 137 على مستوى العالم في 121 دوله. احنا وصلنا ل 106 دلوقتي من هذه المقرات، وجاري اطلاع حضراتكم اول باول ان شاء الله. والشكر الجزيل لحضراتكم على المتابعه. شكرا يا فندم.